إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي كلام كثير، هي ثلاثة نقاط. النقطة الأولى مشاركة أرسل الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، وهي مباركة لكم جميعا لافتتاح هذا المعهد الكبير العريض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن ينفع به وأن يتقبل من الجميع. واستأذنت الشيخ انه اسمع عليكم فوافق. السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يبارك في هذا المعهد. وان يجعله سيرا الى رضوان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يبارك في هذا المعهد وأن يجعله سيرا إلى الرضوان، ودلالة على الرضوان ومحصلا للرضوان. وقد فرحت كثيرا بافتتاح هذا المعهد، وكم كان يسرني لو شاركتكم بكلمة، إلا أني مرتبط وجدولي مليء، ولعلي إن شاء الله أشارككم في قابل الأيام. بارك الله فيكم، وسلامي ودعائي لجميع المشايخ وإخواني من طلبة العلم السائرين على الجادة. بارك الله في الجميع. الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النقطة الثانية، المشايخ ما قصروا، والشيخ أبو بكر دكتور جزاهم الله خير، الشيخ أحمد والشيخ شهاب جزاهم الله خير جميعا، تأكيد على نقطة ذكرت ألا وهي نشر الدعوة. نشر الدعوة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخواننا جزاهم الله خير بشيدوا المعاهد والمساجد والخلاوة لسبب واحد، إنه إخواننا كلهم من مختلف فئات المجتمع المسلم يجوا يتعلموا فيها ويطلعوا طوال ينشروا الدعوة بعد ما يتعلموا، لأنه ربنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لكن على علم. فأول شيء تجي تتعلم وتحفظ وتفهم، ثاني حاجة، ثاني شيء تنطلق طوالي تشتغل دعوة. هسه لو كلنا القاعدين ديل جوا البرة والسامعيننا في الخارج كلنا بقينا ندعو إلى التوحيد ونحارب الشرك، المجتمع ده كان بيتصلح أكثر من كده يا إخواننا، وكانت العقائد بتتصلح، وما يكونوا أهل البدع ودعاة الشرك وعباد القبب والقبور أنشط منكم أهل الحق، مستحيل يكونوا أنشط منكم، لكن هم عندهم نشاط كبير، بتلقى صوفي يمشي يسكن في نص الخلا ويعلق له دلقانين أخضر وأحمر، تقول بلعب في الكاميرون، معلقهم في نص الخلا براو
برا وما في بيت ذاته قريب ولا في جيران ولا في سكان، بعشان يجوا عليه ناس يسكنوا يغشهم يبلع بهايمهم وياكل زراعتهم ويسجلوا له واططهم، وعشان يسموه حلة الشيخ فلان الولي الكبير. ده صح شرك وباطل، لكن عنده مجهود اجتهده وضحى، مش قاعد في نص الخلا، ضحى عشان الباطل ينتشر وعشان الكفر وعبادة القبب والأضرحة تنتشر. فنحن من باب أولى وأحرى أهل الحق وأهل التوحيد وأهل الإسلام الصحيح إننا نضحي أكثر منهم ونكون أنشط من أي أحد على وجه الأرض، لأنه دي دعوة الله، والتوحيد هو حق الله على العبيد. فأنت لو ما جادي وبتضحي بوقتك وبمالك وبصحتك وبعافيتك ما بتنشر لك دعوة كما ينبغي أبدا. الرسل ديل بعضهم طرد من بلده وبعضهم ذبح وبعضهم قتل بسبب الدعوة دي، التوحيد يا جماعة. الخلاف ما كان في بر الوالدين مع إنه من الدين، ولا كان في صلة الأرحام، ولا كان في حق الجيران. الخلاف كان في دعوة الرسل أقوامهم للتوحيد ونهيهم أقوامهم عن الشرك وعن عبادة القباب والأضرحة، ده كان الخلاف في النقطة دي. يبقى يا جماعة الدعوة دي دائرة تضحية ودائرة مجهود. اتعلمت طوال تشيل شنطتك وتمشي أهلك أو تمشي أي مكان وتلف الواطة دي كلها دعوة للتوحيد، دي النقطة الثانية. النقطة الأخيرة الإخلاص والتآلف. الإخلاص والتآلف، لأن يا جماعة النزاع والشقاق بيذهب القوة وبيذهبكم جميعا. الله قال ولا تنازعوا، أهذا تنازعنا النتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم. والبيجيب النزاع في أي مجتمع، ونحن لا حزب لا طائفة، نحن على منهج ولسنا على حزب، على منهج اللي هو الكتاب والسنة. لكن الأحزاب الضالة دي الفرتقة شنو؟ هو التنافس على الدنيا، وده حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما تنافسوها فتهلككم كما شنو؟ أهلكتهم. فلو كلنا كان غايتنا واحدة الآخرة والجنة ما بيحصل في يوم من الأيام خلاف، لكن لو غايتنا أو غاية بعضنا الدنيا أمواله أو كراسي السلطة، يوم من الأيام يا واحد اتحشر وسط أخواننا وترعرع وخلاص الناس زكوا فجأة قال أنا ده ربقى سياسي، ده اللي بيفرتق الناس. وانتوا شايفين الأحزاب والجماعات، حتى الكان بتقول نحن جماعة سلفية فارتقوها بقت أكثر من 6-7 جماعات. السبب لأنه دخلوا لهم ناس جوا وقالوا دايرين الدنيا دايرين السلطة. شفت كيف؟ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالتفرق وذهبت ريحهم، بقوا كله اثنين ماشيين في اتجاه، والاثنين الماشيين في اتجاه كل واحد في عنده رأي في الثاني، اتلخبتت وجاطت مرة واحدة. فبالتآلف والتوادد والتراحم والإخلاص ملاك ذلك كله، الناس يخلصوا النية لله ويكون مبتغاهم ربنا سبحانه وتعالى، الدعوة دي بتنتشر. وأبشركم الدعوة الآن ربنا ناشر نشر كبير. لكن يا جماعة الخير ده معترض، وده خير، لكن ما تظن إنه الخير الأعداء بيخليهم يمشي ويقعد عينه لك دي، لا لا لا، عندهم أسهم، عندهم نشابات من تحت بطعينوك ما بخلوك. فتنتبهوا للكلام ده، تتخارجوا من المجرمين والناس الدار يفرتقوكم بالإخلاص، كن مبتغاكم الله، وبإنه غايتكم توحدوها تكون الآخرة ما تكون شنو يا جماعة؟ الدنيا. كده لو دخلوا فيكم مليار خازوك،
بيطلعوا المريان راجعين ثاني ما بيأثروا، لأنه بيلقوا النازل هدفهم شنو؟ واحد، دارين ينشروا عقيدة وتوحيد لربنا. ما في زول بيأثر عليكم، والدنيا كلها لو اجتمعت عشان يضروكم بشيء ما بضروكم بأي شيء إذا كان ده مبتغاكم يا جماعة. بس ده خلاصة الكلام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونشكر من بنى هذا المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته، ومن شيده ومن اشترى الأرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الإخوة من المهندسين. عندنا أخونا البشمهندس محمد مسعود بسبب تشييده لهذه المعاهد سايق التوك توك، زول البشمهندس سايق التوك توك لحد ما وقع وتكسر وكسر يده وتعوق. وأخونا برضو الفاضل البشمهندس محمد هاشم، والمقاول خالد علي، والشيخ الدكتور أبو بكر آداب، وكل أخونا محمد نورين، وأخونا أبو القاسم مهندس الكهرباء، وكل الناس الساهموا جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. ونسأل الله وكل من شارك في الافتتاح وحضر وشاركنا ودع علينا وشرفنا جزاهم الله خير جميعا، ونسأل الله يتقبل من الجميع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.